الانطلاق يتواصل والتحية تستمر هناك أيضا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقاتنا تستمر هناك أيضا مع شوطنا الشوط الحادي عشر، هناك أيضا يحمل في طياته أيضا انطلاقة جميلة، انطلاقة مميزة الإبكار لفئة الانتاج والمنتجين. هناك أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام أسير مباشرة على البداية الأولى، أسير على الصدارة على المقدمة مع المركز الأول. هذه مذيار يقدم لنا مذيار جابر بن سلطان بن راشد الخيلي على المقدمة على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظة. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وصول من وصايف حميد بن محمد بن حميد الدرعي يقدم لنا وصايف. هناك أيضا بداية أشواط الإنتاج مشاهدينا متابعينا الكرام. انتقل مباشرة على المركز الثالث جبارة محمد بن سيف بن سهيل بن كلدم على خيلي على اللي خذت المركز الثالث. أتابع المركز الرابع هملولة هلال بن مبارك بن طماطم العفاري يقدم لنا هملولة على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وصول أيضا من شعار سعيد بن هزع بن سالمين الكلباني يتواجد هناك على المركز الخامس. والمركز السادس وصول من هقوة محمد بن أحمد بن هويمل العامري خذت المركز السادس. أتابع المركز السابع في هذه اللحظات في هذا المسار في هذا التحدي المثير مشاهدينا متابعينا الكرام. وصلت زعفرانة يقدم لنا صعد زعفرانة حمد بن صالح بن حمد القمر النابت. هناك أيضا من يتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الثامن وصول هناك من وسام حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي خذت المركز الثامن. أتابع المركز التاسع شوف القدوم من أيضا انطلاقة فرق محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والمركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام هذه أيضا منشولة أيضا من تتقدم على المركز العاشر سعيد بن صالح بن خليد المنصوري. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط للعشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. هناك أيضا طعم هذا الشوط ناموسة يفرق مشاهدينا متابعينا الكرام في عاصمة الميادين وفي أيضا نافية الإنتاج. هناك المنطلقة بهذه الشعارات المميزة. أعود إلى البداية هلولة، أعود إلى الصدارة هملولة ما زالت على الصدارة تتسلل على مقدمة هذا الشوط. هذه هملولة يقدمها هلال بن مبارك بن طماطم العفاري على الصدارة هو المقدمة. بينما المركز الثاني جبارة محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم على خيلي. هناك أيضا قادم من العين للمشاركة هنا بانطلاقة جبارة على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث مذيار جابر بن سلطان بن راشد على خيلي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع وصايف، وصايف قادمة تنطلق وصايف حميد بن محمد بن حميد الدرعي يتقدم بمحمد هناك أيضا ويقدم لنا وصايف اللي خذت المركز الرابع. بينما تابع المركز الخامس الله يا بن هويمل وصل أيضا بانطلاقة هقوة محمد بن أحمد بن هويمل العامري. هناك أيضا وصلت في هذه اللحظات ولكن أشوف القدوم من زعفران هنا باحثة عن موقع الزعفران باحثة بالتحدي هنا والإثارة. هناك أيضا في هذا المسار يا سلام تابع يا من تتابع هناك أيضا تابع هناك أيضا هذا المسار الجميل. أعود إلى الصدارة إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول. شوف
صوتنا هناك الأول، يعتبر هنا للمحليات بيئة الإنتاج في عاصمة الميادين. من نصيب من هنا من هذه العمالقة والكبار الذي بدأ يتواصلون في موقع واحد في مسار واحد. هناك أيضا من طلاقة أقوى، هنا أيضا محمد بن أحمد بن هويمل العامري على البداية الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني جبار محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي اللي خذت المركز الثاني. أتابع المركز الثالث أملولة، هناك أيضا هلال بن مبارك بن طماطم العفاري على المركز الثالث. أتابع المركز الرابع زعفرانة، وصول وتقدم من زعفرانة، تعود الملكية لسيد حمد بن صالح بن حمد القمر النابت يتواجد في هذه اللحظات. الله، هناك وصايف حميد بن محمد بن حميد الدرعي. هكذا نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى المتقدمة هنا. نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات. شعار العامري عماريا بن هويمل هنا على تقديم هذه النوعيات الجميلة والمميزة على الصدارة والمقدمة على المركز الأول. ياهي يا مال يا بن هويمل، ياهي يا مال كبيرة ومميزة هنا. أيضا تراقب هذا الشعار وتراقب انطلاقة أقوى على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الخطر حضر بانطلاقة جبار محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم على خيلي، ولكن الوصول من زعفرانة، وصول من زعفرانة على المركز الثاني في هذه اللحظات. حمد بن صالح بن حمد القمر النابت على المركز الثاني في هذه اللحظات، غادم من الشحانية. بينما هناك الله وصايف، وصايف تقدمت وصايف. خلوا بالكم من الدرعي حميد بن محمد بن حميد الدرعو. يا سلام يا سلام، الشعار الوهباوي مقدم لنا فخامة سعيد بن بخيت بن سعيد الوهيبي. الله الله، شوفوا هناك أيضا القدوم. يلا يا ابو بخيت، يلا يا بن بخيت. هناك أيضا بانطلاقة فخامة، ولكن أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة، أعود مع جولة الأوامر، أعود مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة. انطلاقة أقوى على الصدارة على المقدمة، محمد بن أحمد بن هويمل العامري المركز الثاني، زعفرانة حمد بن صالح بن حمد القمر النابت هناك أيضا على المركز الثاني. ولكن هقوة 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 هناك أيضا، ولا تخيب الأمال، لا تخيب الأمان هناك أيضا. اللي قدم لنا اليوم مشغل، مشغل هناك أيضا لكي يشغل الجميع هنا بانطلاقة مشغل. وها هي هقوة بنفس الشعار، تهانينا 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 والناموس وسلام بن هويمل سلام. Good morning العين هنا في هذا الصباح من عاصمة الميادين للسيد محمد بن أحمد بن هويمل العامري. مشكور أبو أحمد، مشكور مشكور يا أبو أحمد هنا بانطلاقة أقوى. تهانينا تهانينا. هناك أيضا هنا أشواط الإنتاج، أشواط الإنتاج والمنتجين هنا، تهانينا على هذا المال الطيب هنا. وللمرة الثانية مشغل وهقوى. بينما المركز الثاني هناك زعفرانة حمد بن صالح بن حمد القمر النابت، بينما المركز الثالث هذه فخامة سعيد بن بخيت بن سعيد الوهيبي. أشكرك يا أبو بخيت. بينما المركز الرابع وصول من وصايف حميد بن محمد حميد الدرعي، بينما اللي خذت المركز الخامس هملولة هلال بن مبارك بن طماطم العفاري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، 9:16 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا محمد بن أحمد بن هويم العامري على فوز هقوى. المركز الثاني كان من نصيب زعفرانة حمد بن صالح بن حمد القمر النابت المري على المركز الثاني بانطلاقة زعفرانة وتوقيتها 9:20 ثلاث أجزاء من الثانية. بينما اللي خذت المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية أيضا من طلاقة فخامة سعيد بن بخيت بن سعيد الوهيبي، وتوقيتها الزمن 9:22 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، 12 للأبكار لذاع المهجنات الأصائل، انطلق بحفظ من الله ورعايته
ونذهب إلى مساري وانطلاق هذا الشوط.